النبي صلى الله عليه وسلم كان أرق الناس وأكمل الناس وأحسن الناس معاملة، وكان على كل هذه الرقة والحسن واللطف في المعاملة من أعظم الناس مهابة. المهابة لا تكتسب بالعمر، والرشد في والولاية والحزم ليس من لازمه أن يكون إنسان عنيفا. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. فلطف كلماتك، عذبها، رطبها، أحسن، انتقل الكلمة الطيبة. عندما كلمتان هما كلاهما يوصل الغاية والمقصود، فاختر أرقهما وألطفهما واحتسب الأجر في ذلك. يعني أنت مأجور على هذا، هذا العمل ليس فقط لـ 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 لأجل أن ترضي الناس، بل أنت مأجور على ذلك فيما بينك وبين الله عز وجل. فلنجتهد ونسأل الله عز وجل، وأنا أجزم أنه عندما نجتهد ونبذل الأسباب وندعو الله تعالى أن يرزقنا محاسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها، فإننا سندرك ما نؤمل، وستتقوم أخلاقنا. وتذكر أن الكلمة الطيبة صدقة.